طلال، يعني هل الوقت قول يا يسمح كابتن في الفترة القادمة لإقامة الانتخابات؟ وهل ممكن الجمعية العمومية فعلا في الفترة اللي جاية يعني تصر على إجراء الانتخابات؟ بص يا فندم، تعالى نتفق عشان نلخص ان الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في كل حاجة. تمام. واحد اتنين، ان نرجع لورا شوية. لما جينا نعمل اللائحة دي كانت هناك خلل لأنك دعيت 96 واحد حضروا الجمعية العمومية من 220 واستبعدت الباقي بدون وجه حق. ده تاني حاجة. تالت حاجة، واحنا قاعدين جوه في اللجنة فصلنا قدام بعض، في 96 بقت 134. انا بدي هيستر اهو عشان الناس تفتكر، عشان لو ناس يفتكروا بقوا 134. اتعملت اللائحه ب 134 واحد بنسب، ما اعرفش هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه، والباقي بقى بره. ماشي. لما اتعملت اللائحه دي راحت للفيفا وجت بالفيفا، ده شغل جمعيه عموميه. راحت بعد كده على اللجنه الاولمبيه ونايمه زي ما قال الاستاذ جمال، ما حدش لاقيها. ظهرت دلوقتي بقدره ادم. هي نايمه فين دلوقتي؟ هي دلوقتي ظهرت وهتطلع بكره وبعده. ظهرت دلوقتي. الحل الامثل ان هو، وانا بقول بخاطب الساده اعضاء الجمعيه العموميه، اطلبوا جمعيه عموميه غير عاديه. اذا كان هناك شك ان هناك بعض النقاط في اللائحه تم تعديلها، لا صوب، وانت من حقك، انت صاحب الحق الاصيل. انت لست اللجنه اللي جايه دي اللي هي جت تطبيع وغير لها صلاحيات. مستشار جمال عويس اعتقد نادي، انا ما اعرفش مين اسامي. هو اللي قال الكلام ده، انا سمعته. فلازم يجي يناقش اللائحه، يبقى في تعديلات غير عاديه يعمل فيها ده. واحد اتنين، تعال بقى موضوع الانتخابات. احنا عندنا مفيش صراع. ليه؟ القانون المصري بيقول اعمل الانتخابات، وجه الدعوه. خلي بقى حضرتك باللفظ، وجه الدعوه في الاربع اشهر التاليين لنهايه السنه، لبدايه السنه الماليه، نهايه السنه الماليه، يبقى من 1/7 حتى 30/10 توجه الدعوه. وجه الدعوه لائحة اتحاد الكرة بيقول له من وقت توجيه الدعوة لحين الانعقاد اعتقد مش عارف 70 يوم ولا 75. فاحنا لغاية دلوقتي مفيش اي توجيه الدعوة. هنوجه لسه، عندك لحد 30/10 وجه الدعوة. هو وانا افكرك هيوجه دعوة اخر يوم، اخر يوم في 30/10 عشان يوجه الدعوة، يقعد له ال 65 يوم ولا 70 يوم وبعدين يعمل انتخابات. اذا الانتخابات قائمة ومطابقة للقوانين، مش مخالفة نهائي. وانت خلاص اتعملت الكيان بتاع جمعيه عموميه، بقى انك تعمل جمعيه عموميه غير عاديه تناقش لائحتك، مش اكتر. التعميم الجواب هو بتاع الاتحادات، وقالوا لازم تخاطبني كجهه اداريه بس. يعني في انتخابات؟ في انتخابات. في انتخابات؟ في انتخابات قبل ما تخلص المده الا لو جالك تعليمات من الفيفا بقى ثانيه. ما هو ورا ضغط ثاني. اخرك يناير؟ ها؟ ما قبل كده كان اخرك امتى؟ هو احمد مجاهد لما جه امتى؟ في شهر 12 عشان يمشي في يناير. اتمد من يناير لاربعة لسبعة لحد ما وصلنا يناير اللي بعديك، ورجع للجامعة. واحنا فيها بقى، عشان انا فاضل لي ثلاث دقايق. انا كان يهمني برضو مشكلة نادي الزمالك في وقف القيد، كنت عايز اسأل حضرتك فيها وراي استاذ جمال. سريعا رايك في وقف القيد وحلها ازاي نادي الزمالك؟ هي عقوبة من العقوبات اللي بتتنفذ وجايه مني. خلي بالك ده من الكاس، من حكم محكمة، مش من الفيفا، ده حكم محكمة. هو كاس، وهو نزلوا المبلغ اعتقد من 4 مليون الى 200,000 دولار. ملاش حل غير لازم هيدفع 200,000 دولار عشان نشيل الحكايه بتاع وقف القيد. طب هو اصلا في اتفاق مع النادي او الاكاديميه الكاميرونيه لتقسيط كمان 200,000 دولار؟ لو في اتفاق طبعا، لو خلصوا على كده موضوع محل.